فصل الربيع يا صاحبي جاء، مطر الخريف ماء وسيع ها قد أتى فصل الشتاء، ثلج جليد برد شديد وندى تلألأ بالصفا، صنع البديع فله الثناء، شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية، أرض فوق ثراها نحيا، فاعلم يا لجمال الدنيا، وسحاب يسبح بسماء، برق راد في الأجواء، صيف ذهب خريف جاء يستقبل فصل الشتاء، ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياح، كي تفهم كي لا تحتار، هذه عناصر المناخ. كيف نتجنب الإعصار؟ كيف؟ جبل الصخور، لماذا يذهبون إلى هناك؟ إنه أشهتوت بري، أنا سآكله، أنا سآكل أولا، يجب أن يكون مذاقه حلو، مهما كان طعمه سآكله أنا. لا، التوت البري لي أنا. أخرجيني من هنا بسرعة. ماذا؟ تعالوا انظر، إنه إعصار، إنه إعصار. فلنجمع أغراضنا بسرعة لنهرب قبل وصول الإعصار. نعم نعم. أتقولان إن الإعصار قادم؟ أنتما مخادعان. انظر لدينا صور، صدق أو لا تصدق أنت حار. هل هذا صحيح؟ تبدو مضحكا في الصورة. لا تنظر لي، انظر إلى الإعصار. مشكلة، إنه إعصار، يجب أن أخبر المعلم نهى بهذا. ماذا؟ إعصار؟ غريب، إنه الإعصار فعلا، ولكننا نراقب طوال الوقت ولم نجد إعصارا. أيتها المعلمة، هل تعطل التلسكوب؟ الإعصار قادم، لكن أين سنختبئ الآن؟ لا تخف، على الرغم من قوة الإعصار الفظيعة نستطيع تجنب أضراره طالما فهمنا خصائصه واتخذنا التدابير المضادة. عندما يحدث إعصار على الأرض، المكان الأكثر أمانا هو أطبية المباني الخرسانية. واحدة من خصائص الإعصار هو التحرك الارتدادي المسبق، مجرد لحظة على الأرض وفي اللحظة الثانية في الفضاء بعد الإعصار سيكون هناك أماكن دمرت، ولكن بالقرب من الدمار يكون كل شيء آمن حتى لو كان قريبا من الإعصار. لذلك عندما يواجه الناس الإعصار ينبغي أن يحافظوا على هدوئهم ويفكروا بإيجابية لإيجاد سبل تجنبه. أقبية المباني الخرسانية هي أفضل مكان للهرب من الإعصار، وفي حالة عدم وجود قبو ينبغي لنا المشي إلى أدنى غرفة، لا يمكننا البقاء في أعلى المباني. بالإضافة إلى ذلك تبقى الغرف الصغيرة والاختباء خلف الخزائن أكثر أمانا من الغرف الكبيرة. هناك قبو تحت محطة الأرصاد، سنكون بأمان إذا اختبأنا هناك. أستطيع أن أرتاح الآن. شهد، أبلغ الجميع بالاختباء من الإعصار. ذهبوا للعب في جبل الصخور بدوني، إنهم ليسوا أصدقائي. لحظة تون، من الذي ذهب لجبل الصخور؟ طقوس وشتشت، رأيتهما يقودان السيارة باتجاه جبل الصخور. جبل الصخور؟
لماذا ذهبوا؟ الإعصار سيبدأ من هناك. ماذا؟ كيف يحصل ذلك؟ طقوس وشتشت في خطر شديد. طقوس، شتشت، أنتما بخير؟ هل قابلتما الإعصار؟ إعصار؟ كلا، الجو هنا هادئ، أين الإعصار؟ لا طيئا. اسمعاني، هناك إعصار بطريقه إلينا، توخيا الحذر. معلمتي، سنقود السيارة وسنكون بخير. لا نستطيع تجاهل ذلك، حتى وأنت تقود السيارة إن واجهك الإعصار ستكون في خطر شديد. الإعصار يستطيع أن يرمي ويلتهم السيارة والناس في طريقه، والضغط الجوي في مركزه منخفض جدا، لذا إن أصبحت السيارة في مركز الإعصار قد تنفجر نتيجة لاختلاف الضغط خارج وداخل السيارة. حقا؟ والآن ماذا سنفعل يا معلمتي؟ إذا واجهكم الإعصار يجب عليكم النزول والاختباء في ملجأ فورا، وإذا كان الوقت قد فات على الهرب يجب عليكم العثور على مسار موازن للمسار الرأسي للإعصار. أي خندق في الحقل هو مكان جيد للاختباء، لأن الإعصار دائما يذهب مباشرة بمسار واحد، ومن الصعب أن يتحول عن مساره. حسنا فهمت. هاي طقوس، نسرع بالنزول والاختباء. شتشت، نحن لم نرى إعصارا، إنها خدعة من جيجي وجوجو، أنا متأكد. المعلمة متوترة، لا يمكن أن يكون الأمر خدعة. أنت تقول ذلك؟ ما رأيك؟ أهار، أجل، ربما خدعة. هذا؟ أين القبو؟ الإعصار قادم. حسنا، هذا الجهاز يقوم بتشكيل الأعاصير، يشكل التدفق هواء ويصنع زوبعة كالإعصار. هذا ليس إعصارا حقيقيا. رائع، ولكن لماذا يستخدم هذا الجهاز يا ترى؟ أردنا أن نصنع فيلما عن الإعصار، لذلك اخترع شتشت هذا الجهاز لنستخدمه في تصوير بعض المشاهد الشيقة بمؤثرات خاصة. حين يكون الجهاز في طاقته القصوى فهو يستطيع أن يصنع إعصارا حقيقيا. آه منكما، إنه شبيه بالإعصار لدرجة كبيرة، حتى إنه قد خدعني أنا أيضا. أنت قد خدعنا، هذا الشيء الغريب. لم نخدعكم، كان هناك إعصار حقا. طقس جميل، جو عليل، فصل الربيع يا صاحبي جاء، مطر غزير، ماء وفيع، ها قد أتى فصل الشتاء، ثلج جليل، برد شديد، وندى تلألأ بالصفا، صنع البديع فله الثناء، شمس مشرقة ذهبية، وسماء زرقاء نقية، أرض فوق ثراها نحيا، فاعلم يا لجمال الدنيا، وسحاب يسبح بسماء، برق رعد